هي تفعيل الوضع الداكن على هاتف سامسونج اندرويد. وضع الداكن يا اصدقائي مثل هذا، كما ترون الشاشة داكنة كلها. كيفية عمل هذه الطريقة يا اصدقائي؟ اما ان تقوم بسحب الشاشة هكذا، وبعدها تقوم بالعثور عليها هنا الوضع الداكن كما تلاحظون، او الدخول اذا لم تجد هذا الدخول من الاعدادات من الضبط هكذا، ادخل الى الضبط، بعد ذلك ادخل الى الشاشة، بعدها كما ترون هنا إذا كان لدي فاتح سوف يعطونني وضع داكن هنا، أضغط عليه بهذه الطريقة، وهكذا تتم العملية بكل نجاح أصدقائي. لا تنسوا دعمنا بوضع زر لايك واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.